الفجر لنا نور الفجر. تعال قدامي يا أحمد علشان نروح نخبر خالي ناصر يكلم سكان القرية بموضوع زينب. ويا ليت لو ما ترجعوا إلا وزينب معكم. إن شاء الله إن شاء الله يا نبيلة. خلي بالك على ولادك. ليش يا محمد؟ ليش سكرت جهازك وأنا محتاج لك؟ أكيد المسألة فيها سالفة، بس هذه السالفة ما بتطوف على عيسى. أنا لازم أتصل في محمد في أقرب وقت. ما أريد أي أحد يخرب علينا هاللحظات الحلوة. تذكر أيام شهر العسل؟ كانت كثير حلوة. اي والله اذكر، كانت اجمل ايام حياتي. خلينا نحصل زينب اوعدش عوضها بالاجازة مرة ثانية ان شاء الله. نحصلها زينب اهم من كل شيء. ان شاء الله. أنا آسف يا أستاذ أمل، تأخرت عليك، بس غصباً عني ما حصلت حد يوصلني. ما علي، حصل خير. سامحني عذبتك معي. على إيش؟ بس ما قلتي لي إيش المشكلة؟ عيسى يعرف أني أنا معطنك سيارتي علشان تستخدميها لحد ما تجهز سيارتك. خلينا نتكلم في السيارة. أرجوك توصلني البيت وبعدها أخذ سيارتك. أوصلك أي مكان تريدي يا أستاذ أمل. أنت تامر يا أمر. أصيل يا شيخة، أصيل. أستاذ أمل، ما في أي إخبار عن زينب؟ خلينا نتكلم في السيارة. إن شاء الله. تفضل. يعني الفكرة السابقة بعدها في راسك يا أستاذة أمل؟ أنت وبعدين معك؟ ماسك لي أستاذة وأستاذة. يا أخي كلمني مثل ما أكلمك، قول لي أمل وبس عشان نعرف نتفاهم. حاضر أستاذة أمل،
شيخان؟ نسيت، والله العظيم نسيت. شيخان؟ نعم. بتوقف معي؟ أوقف معك، ومثل ما قلت لك قبل مستحيل أني أتخلى عنك. إذا نبدأ بموضوع زينب؟ نبدأ. اهلا خالي. ايوه نحن في المواقف ننتظرك. طيب اهل الوادي ما بيقصروا معنا، بدوروا على البنت وبيحصلوها ان شاء الله. عيسى كيف علاقتك بزوجتك؟ ما بيستغرق وقت طويل لانهم ادرى ببلادهم وبيحصلوها ان شاء الله. يعني انت مرتاح معها ولا تفكر تتزوج مرة ثانية؟ قول اللي عندك بشكل مباشر ومن غير لف ولا دوران. زوجتك سألتني ايش علاقتك نبيل. طبعا انا ما اعرف الجواب ولا اعرف ايش تقصد من هالسؤال. يمكن انت تعرف. اعتقد انه ما في رجال مثلي ممكن يتحمل زوجته 8 سنوات من غير ما تحمل، ويصبر نفسه كل هذه السنين ويتأمل انه ممكن في يوم من الايام يكون اب. صار الموضوع الغامض لازم اعرفه. ليش سألتني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام خالد. السلام ورحمة الله. تفضل تفضل. بسم الله.
كيف حالكم؟ الحمد لله، كيف حالك؟ الله يسلمك. ايوه يا حنان، سويتها واسوي اكثر من كذا لو ما قلت لي حقيقه العلاقه اللي بينك وبين نبيله. يوم برجع البيت بنتكلم. انا ما اريد اكون مغفله في بيتي وما اعرف ايش اللي جالس يصير. قلت لك يوم برجع البيت بنتكلم، ساعتها يكون كل شيء انتهى يا عيسى. امتح انا وش فيش؟ مليون مرة قلت ليش لا تقربي من اولادي؟ انت ما تفهمي؟ السلام عليكم. كيف حالك؟ زينب بترجع ان شاء الله، بترجع. خير
ما دام انا اتهمك انت اختك تتهم زوجك، يعني انتوا الاثنين متآمرين في خطف بنتي. وهان عليك يا عيسى، هذا عيسى يا نبيله، عيسى اللي روحك طايره فيه، عسى يا ربي روحك تطير وما ترجع. ولا جايه تغطي موضوع اعجابك بزوجي وتتهميه انه سارق بنتك؟ ما انا اتهمته، ما انا اتهمته، اختك هي اللي اتهمته لانها سمعت كل شيء. زين يا استاذه نبيله، وايش تريدي بعد؟ نص ساعه، نص ساعة وبنتي تكون موجودة عندي، وإلا ولا تتصلي بالشرطة. صح؟ تفضلي. هاي سويتي؟ بعدني ما سويت شيء، الحين بسوي. أختي لو سمحتي تعطيني رقم مركز الشرطة جبل الأخضر. أيوة حبيبتي، لو جت الشرطة لا تدوري علي بعيد، أنا بغرفتي. طيب طيب، إذا رجع الرائد سعيد أو الرقيب جابر خبرهم إني أنا اتصلت وإني عندي معلومات مهمة عن بنتي ولازم يسمعهم مني أنا. أيوة أخوي أيوة. طيب مشكور. وبعدين معك انت؟ بعدين معك؟ ايش في؟ حتى في وجود اخوش ما قادره تركي هذه السوالف والخرابيط؟ اي سوالف واي خرابيط؟ ما يكفي خروجك في الليل وفي النهار؟ ما يكفي المكالمات اللي تجيلك اخر الليل؟ ما يكفي؟ اي النذل يا الحقيب! امل ما يصير تسويه؟ خليني اوقف عند حده. وانت؟ انت يا شيخاني الكلب! لا تمد يدك علي مرة ثانية، ولا والله العظيم بكسر لك إياها. يجي منك كل شيء يا شيخان، كل شيء. نذالتك وحقارتك جات حتى على أخت زوجتي. عيسى لا تنسى أنك جات تتكلم على إخواتي. سأله ولا سأل الآنسة الجميلة إيش علاقتها بموظف حقير من موظفي شركتي؟ وين يروحوا كل شوية مع بعض؟ وين؟ أنا ما أسمح لك تطاول علي بمثل هذا الكلام، أنت فاهم؟ ومن أنت حتى تسمح لي ولا ما تسمح لي؟ أنت حي الله حشرة من الحشرات، لا تودي ولا تجيب. أحمد خلينا ننزل نروح ندور على زينب وهذا الخسيس ليتصرف ثاني معاه. أحمد
لا تتعب نفسك وتروح تدور على زينب. زينب موجودة مع هذا المخلوق، هو اللي اختطفها، وكل الحركات هذه اللي جالس يسويها عشان يبعد عن نفسه التهمة، يريد يساومك ببنتك. اللي صدفك يكون مثلك. أحمد، أنت أخونا الكبير وفي مكان أبونا الحين بعد موت أبونا الله يرحمه، هو واجب علي أني أنبهك حتى من نفسي. أنا آسفة يا شيخان على اللي صار، سامحني، سببت لك إحراج كبير. ما صار شيء يا أستاذة أمل، أنت الحين اهدي شوي وبعدين بنتكلم. الكلام اللي قالته أمل، ما وقت الحين يا عيسى، ما وقت. والله عجبتني كثير لما مسكت إيد عيسى قبل لا تصيبك. وانت بعد عجبتيني بشجاعتك الرائعة والقوية، بصراحة انت جدا رائعة يا أستاذة أمل. طيب ايش رايك في الكلام اللي قلته قبل شوي؟ انا لازلت عند رايي، العم ناصر لا يمكن يتعامل مع عيسى بشيء مثل هذا، ولازلت اقول ان عيسى لا يمكن يخطف زينب تحت اي ظرف من الظروف. بعدك تدافع عنه يا شيخه؟ سامحيني يا استاذ امل. ايه تراك مللتنا استاذه واستاذه، ناديني امل وبس. ان شاء الله يا امل، انا دائما احب اكون مع الحق، وفوق هذا انا لازلت عند وعدي، راح اساعدك تحت اي ظرف من الظروف، وإذا كنت مصرة إن ندور في مزرعة العم ناصر فأنا ما عندي مانع. أكيد مصرة، ونبدأ من الحين. يلا خلينا نروح. يلا.
تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي السموم تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي تم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم تم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم ضيعوني دروني لا صديقون أرفي ضيعوني ولنا تهت الطريق ودروني لا صديقون أرفي ودروني